السلام عليكم اخويا حامد، تعطلت عليك ياك؟ بس يا حاجه واحده عجبتني طلبت الله يحييه. ما كاين مشكل، حاجه واحده عجبتني طلبت، جبتك دابا هي جوج المليون ومليون اخويا نقورو منين ما خويا ونجيبو لك. واخا دابا نعطيه ليها ايه صافي الله يحميك، ما نبينو ليه ما تبين لي انت والو. رانا غير نزل قرارات الولد نبيع عليه موطورو. عرفتي شحال اليوم جريت وجريت ندور باش نعطيه نعطيه جبدة للناس. عرفتي اخويا شحال لقيت عندي؟ قلت لك مليون ونص اللي عندي، قسما بالله الا لقيت هي مليون وستين. انا زيد نعطيه مليح درت معاه. اي بين طلبك راه هي تاتيك الفكره اللي عجبتني، قلت لي راه عطيك انا من عندي وليت قلت لقيت عندي مليون ونص وليت لقيت هي مليون وستين، زيد 20 خليتها باش نقضي انايا. وها انت ها انت هادي هادو هما جاو لي انايا. هذا حسبها هادي. لا حسب اخويا الامل. لا 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 خصني باش ندير شي جوات الغرونه. لا وعافاك يحسبها هادي قالت لك 140 حسبها صافي ياك واش. وهادي اه هادي عافاك اللي ما حسب دخلنا عليك بالله. مليون وربعين ها هي هذي 160 ها هي حسبها هياك مال جوج المليون. شوف هذيك واش 8 الله يرحم والديك اخويا حامد الله يجيبني معاك الصواب الله يسهل لك. هادو والله الا تسلفتهم وهادو عندي لقيت عندي 160 صافي اه انا غادي نزيد نطرق انا مليون. الله يرحم ليك يا والدي الله يستر عليك اخويا حامد. بس ما كاين هسي علاش والله اخويا. شوف الا ما نعطيه لك الله يعطيني مصيبه باش انا ما بيناش نبين احنا فينا. ايه ما نبينش صافي الله يرحم ليك الوالدين. انا قلت تسني تخرج نبيع لوالدي الموطور. لا نبيع هي لوالدي الموطور بما يخرج القرار. شوف شتي الدوليه تقول لي القرار خرج نهز الموطور واخا يجيب لي هي مليون حيت موطورو هو راه جاب لي دركا مليون ونص.